النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم التي سنبدأها بهذه المعلومة. التقطت اليوم صور الأقمار الاصطناعية سحابة ضخمة جدا امتدت إلى أكثر من 5000 كيلومتر. غطت هذه السحابة ابتداء من مناطق الأراضي الإسبانية وغطت جميع مناطق جنوب الأراضي الأوروبية كما تلاحظون، وصولا إلى بحر قزوين مع امتدادات لها لهذه السحب فوق المملكة وأجزاء من إيطاليا ومناطق اليونان وأجزاء أيضا من الأراضي التونسية. هذه السحابة إذن التي ترونها أمامكم، هذه كانت سحابة ضخمة أثارت الدهشة لعلماء وخبراء الأرصاد الجوية، ولكن تفسيرها مبرر، فإذا عرف السبب بطل العجب. هذه السحابة هي ناتجة عن تمركز لمرتفع جوي قوي فوق شمال شرق أو شمال الأراضي البريطانية، مما دفع باندفاع هواء بارد قطبي باتجاه المناطق الشرقية من البحر القارة الأوروبية، وهناك تشكل منخفض جوي، وهذه هي عبارة عن نواتج هذا النظام الجوي الذي تشكل، والذي أصلا يعتبر غير معتاد لمثل هذا الوقت من العام مع نهايات شهر إبريل، وتشكلت على أثرها هذه السحب بالإضافة لتمركز لمنخفض جوي آخر فوق الأراضي التونسية. سيكون هناك المزيد من التفسيرات لسبب تشكل هذه السحابة الضخمة والتي بلغت مساحتها تقريبا 5500 كيلومتر، التقطت عبر صور الأقمار الصناعية كما تشاهدون. انتقالا إلى خرائط الضغط الجوي، عودة إلى الأحوال الجوية في المملكة. إذن اليوم المملكة كانت تحت تأثير بقايا منخفض البحر الأحمر الذي أثر على المملكة خلال اليومين الماضيين، وجلب ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء ربيعية للغاية في الخارج ودافئة، وكأننا حتى لا نشعر بالنسمات الباردة. على الجانب الآخر نراه منخفض الجوي، هذا منخفض خماسيني سيتحرك بمشيئة الله تعالى مع ساعة فجر الأربعاء ليتمركز إلى شمال الأراضي المصرية، وهي بالمناسبة المسار الطبيعي للمنخفضات الجوية الخماسينية التي تنشط في هذا الوقت من العام. هذا منخفض الجوي الخماسيني يتوقع أن يتحرك باتجاه المملكة مع ساعات نهار يوم غدا، ليسود غدا طقس خماسيني، بمعنى آخر هناك ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء حارة نسبيا جافة ومغبرة، تلك هي سمات الأحوال الجوية الخماسينية. هذه يتوقع أن تتأثر على المملكة نهار يوم غدا بمشيئة الله تعالى، ويتحرك مع ساعات المساء إلى المنطقة الشمالية من العراق. يدخل مرتفع جوي كما تلاحظون إلى داخل الأراضي المصرية مع ساعات مساء الأربعاء وصباح يوم الخميس، ليخلق هناك فرق في الضغط ما بين هذا المنخفض والمرتفع، لتهب رياح شمالية غربية إلى غربية كما تلاحظون نحو المملكة، تكون نشطة السرعة لكنها مسؤولة عن انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة متوقع نهار يوم الخميس في أغلب مناطق المملكة، مع فروقات حرارية كبيرة جدا للغاية سنستعرضها بعد قليل. هذه بالنسبة للأحوال الجوية، متوقع أن يوم الخميس يندفع هذا المرتفع الجوي إلى داخل المملكة ليكون مسؤول عن استقرار الأجواء بالرغم من الانخفاض الكبير المتوقع على درجات الحرارة. هذا المرتفع سيكون يؤدي أيضا إلى اندفاع رياح قوية تثير الأتربة والرمال على مناطق واسعة من شمال السعودية والعراق وأجزاء من البادية الأردنية بمشيئة الله تعالى. على الجانب الآخر نرصد في طقس العرب مع ساعات مساء يوم الخميس وحتى ولو ذهبنا إلى نهار وفجر يوم الجمعة، منخفض جوي عميق، هذا أيضا خماسيني جديد يتوقع أن يأتي من داخل الأراضي الليبية ليصعد باتجاه الأراضي المصرية. كما تلاحظون يتمركز هذا المنخفض الجوي العميق فوق شمال الأراضي المصرية مع ساعات نهار يوم الجمعة،
هذا منخفض عميق. معنى كلمة عميق أي أن هناك كما تقول عدد الدوائر التي خلفه هي أو حوله هي عديدة، وهي تعكس مدى انخفاض الضغط الجوي في مركز هذا المنخفض الجوي، والفروقات في الضغط الجوي التي تحدث هنا تسبب إلى هبوب رياح شديدة حول هذا المنخفض الجوي الخماسيني. هذا منخفض الجوي الخماسيني يتوقع أن يتحرك إلى داخل المملكة. هذا منخفض الجوي الخماسيني آخر بالمناسبة وليس نفسه تبع الأربعاء، يوم الجمعة يدخل إلى داخل المملكة، وبالتالي يتوقع مع ساعات مساء يوم الجمعة أن تهب عواصف رملية في أغلب مناطق المملكة مع هبوب لرياح نشطة. سنبقى في المتابعة في كيفية التأثير الحقيقي والدقيق لهذا المنخفض الجوي الخماسيني. إذن هذه كانت استعراض للأنظمة الجوية المتوقعة خلال 72 ساعة القادمة، ومن المتوقع كعودة للملخص غدا هناك منخفض جوي خماسيني يتحرك من شمال الأراضي المصرية باتجاه المملكة، يجلب معه ارتفاع على درجات حرارة وأجواء مغبرة وخماسينية بوجه عام بمشيئة الله تعالى. فيما استعرضنا خرائط الغبار، كما نلاحظ أيضا غدا الأربعاء يشتد الغبار بشكل لافت فوق أغلب المناطق المصرية، ثم يتحرك باتجاه المملكة مع ساعات مساء يوم غد الأربعاء، تسود أجواء مغبرة تدريجيا خلال ساعات النهار يوم غد، وتكون أكثر ما يعني يتوقع أن تكون أكثر ما درجة للغبار هو مع ساعات ليلة الأربعاء على الخميس بمشيئة الله تعالى. إذا نظرنا ليوم الخميس، الأجزاء الغربية من المملكة خالية من الغبار على الأقل من الناحية النظرية، من ناحية التوقعات الحالية، ولكن الغبار سيتركز يوم الخميس مع الرياح النشطة في المناطق البادية الشرقية والجنوبية والأجزاء الشمالية من الأراضي السعودية كما تحدثنا عنها قبل قليل. كما نلاحظ كميات كبيرة من الغبار والعواصف الترابية متوقعة خاصة على المناطق الصحراوية من المملكة بمشيئة الله تعالى. هذه درجات الحرارة، كيفية توزيع درجات الحرارة. كما تلاحظون إذن هذه درجات حرارة اليوم الثلاثاء، اللون الأحمر يعني درجات حرارة مرتفعة وكتلة هوائية دافئة. هناك على الجانب الآخر في الأراضي المصرية هناك تدفق لرياح دافئة قادمة مع ذلك المنخفض الجوي الخماسيني المتوقع أن يؤثر المملكة غدا. يتحرك هذا الهواء الساخن ليندمج مع الآخر من البحر الأحمر لترتفع به درجات الحرارة غدا، تلامس حتى في العاصمة 30 درجة مئوية، ربما تكون درجة الحرارة الأولى الثلاثينية لهذا الموسم. ولكن خلف هذا منخفض الجوي الخماسيني اندفاع لهواء بارد، اللون الأصفر يعني هواء بارد أبرد من اللون الأحمر، وكما سنلاحظ أن هناك انخفاض كبير جدا على درجات الحرارة متوقعة يوم الخميس. عودة إلى الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة عمان، 18 درجة مئوية درجة حرارة صغرى مع ظهور لكميات من السحب غير المؤثرة. الأجواء مناسبة للغاية للجلوس في الجلسات الخارجية والشرفات في المنازل، والأجواء تكون خالية من النسمات الباردة إلا مع الساعات المتأخرة من الليل. غدا نهارا تسود المملكة أجواء خماسينية حارة نسبيا جافة ومغبرة مع تدني لمدى الرؤية الأفقية بشكل لافت مع ساعات العصر والمساء، كما ومن المتوقع أن تسود رياح نشطة إجمالا. ينبه غدا من ارتفاع نسبة الغبار وكثافته في الأجواء سيما مع ساعات العصر والمساء في بعض المناطق، وخاصة هذا التنبيه لمرضى الجهاز التنفسي والعيون. نصعد سويا درجات الحرارة المتوقعة غدا في المملكة، نبدأها من الشمال في إربد من 29 إلى 16، في جرش 28 إلى 16، وفي عجرم من 26 إلى 16 درجة مئوية، وفي المفرق من 29 إلى 16 درجة مئوية. انتقالنا للمناطق الوسطى في العاصمة، 30 درجة مئوية أجواء حارة نسبيا غدا، 17 درجة حرارة الصغرى، 29 إلى 18 في السلط، 28 إلى 16 في مادبة، 37 درجة مئوية متوقعة غدا في البحر الميت أجواء حارة هناك، و23 درجة مئوية درجة حرارة الصغرى في الزرقاء من 30 أيضا إلى 17 درجة مئوية. انتقالنا للمناطق الجنوبية من المملكة، في الكرك من 25 إلى 15، في الطفيلة من 27 إلى 15، في معان من 28 إلى 15، في الشراء أي جبال الشراء من 26 إلى 14، وفي خليج العقبة من 32 إلى 21 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الشرقية، مناطق البادية الشرقية، 31 إلى 16 في رويشد، في الصفاوي من 31 إلى 17، وفي الأزرق من 32 إلى 19 درجة مئوية. يرجى للعلم بأن يوم الخميس هو اليوم الذي سيجري به تحري هلال شهر رمضان المبارك بمشيئة الله تعالى، ويوم الجمعة هو فلكيا من أول أيام شهر رمضان. نستعرض أحوال الطقس إذن في هذين اليومين،
إذا غدا الأجواء خمسينية 30 إلى 17، يوم الخميس لاحظوا الانخفاض الكبير الدرجات الحرارة من 30 إلى 21 درجة مئوية، تقريبا 10 درجات مئوية هي ميزة فصل الربيع في الأردن، وهذه ميزة المنخفضات الجوية الخمسينية. لكن علينا أن ننتبه من الانقلابات الحرارية بلبس الملابس الثقيلة المناسبة في حين اختلاف درجات الحرارة بشكل كبير. وليلة 15 أجواء غالبا مشمسة لكنها تبقى مغبرة بعض الشيء، وبالتالي قد يعيق تدني مدى الرؤية الأفقية رؤية الهلال في بعض مناطق وكثيرا مناطق البادية الجنوبية والشرقية يوم الخميس. يوم الجمعة في أول أيام شهر رمضان فلكيا تكون الأجواء غير مستقرة للغاية، هناك منخفض جوي خماسيني عميق، معنى آخر هناك رياح قوية عواصف ترابية وحتى هناك فرصة لزخات طينية من الأمطار يوم الجمعة. درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية. سنكون معكم في بث حي ومباشر لتغطية وقائع تحري هلال شهر رمضان مساء يوم الخميس قبيل الغروب. كونوا معنا على منصات المختلفة، أدعو أن تكونوا دائما بصحة وعافية، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.